سهرة السبت على شاشة الام تي في عم نكون مع ذا فويس كيدز، عم نكون مع هالمواهب الصغيرة اللي عندها فعل كتير كبير، عم يكون عندها طاقات مميزة فعلا. بلشت مرحلة المنافسة، وطبعا لجنة الحكم ما بتنحسد على وضعها، خاصة انه عم تكون فعلا القدرات متقاربة والاختيار عم يكون صعب. خلينا نشوف. حلوة هالصبحية مع أصوات رائعة وجو كتير حلو كمان، نتمنى التوفيق للجميع. وهلأ مننتقل لنشوف نحن وياكم أخبار قمر بمثل القمر. قمر وجهاد علاقتهم مثل ما بتعرفوا متوترة جدا، جهاد نزل على بيروت، قمر بقيت بالضيعة، ولكن ريموندا ما رح تخليها بحالة. خلينا نشوف. أبونا ليس اتخذني اليوم؟ لا أبونا، دخيلك طلعني. رح تطلعي من هون بأقرب وقت، ما تخافي يا عمر، ريموندا رح تسحب الشكوى ضدك. هيدي وحدة كذابة ومحتالة، ما تصدقها. ليه ما خبرتيني وقت اللي عطيتك المجوهرات؟ بصراحة لأنه أنت كنت زعلان مني بعد ما شفتني عند لميا بالقهوة. بس صدقني أنا خبرت ستي وجدي، ولك حتى فرجيتهم الأسوار من بعد ما عطتني إياها. سليم خبرته. برحمة أمي يا أبونا، أنا ما سرقت شيء. بس ليش عم تتهمي بزور؟ ما بعرف، هي بتكرهني من أول ما تجوزته لجهاد، وهي حتى راسها من راسي. جميلة كانت تضل تنبهني منها، بس أنا ما كنت رد. وقفة تانية بواتسون ام تي في منتابع احنا وياكم فيها بقية برامج شبكة الام تي في. هلا وقفة منكون مع فاميلي، خليكم معنا.